السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نشرحوا كيفيه التسجيل في البكالوريا وكيفاش تخلصوا في لابوست. اول حاجه تدخلوا للسيت هذا www.educationyassine.xyz، ابري كليكيو انتري، فوالا هاوطا السيت. كليكيو هنا التسجيل في البكالوريا، هذه الفير، تطلع لكم هذه لاباج، اضغط هنا للتسجيل، كليكي هنايا يطلع لكم هذا السيت، تهبطوا لتحته، تهبطوا غير بشوية لتحته، هنا تلقاو انقر هنا للتسجيل لأول مرة في الموقع، كليكيو هنايا، تطلع لكم هذه الاستمارة. هنا في الاستمارة كيف تعمرها؟ عندك ولاية ترشح، خير ولاية اللي راح تعقى فيها الباك، باغ اكزومبل هنايا نقولو نعقى في بجاية. حدد نوع الترشح، اسكو ترشح حر مديرية التربية تابع لمديرية التربية، اسكو مترشح حر بصح تابع المراسلة هي هذه الزوجة. اختيار الثالث هنا مترشح حر لعود في الحبس ولا إعادة التربية، ديرو مترشح حر. حدد المؤسسة، مثال مديرية تربية أعبو. حدد الشعبة، تخير الشعبة تاعك، اسكو أدب وفلسفة لغات أجنبية تسيير رياضيات، باغيزوم خيرو رياضيات. هنا الأمازيغية، اسكو معني ولا غير معني بالأمازيغية، نقولو لا غير معني. حدد التربية البدنية، نعم أمارس التربية البدنية، لا أمارس، لي يدير لا أمارس لازم يخرج سيرتيفيكا سواء خرجها من لوبيتال، والله كاش ما عندهم عياده، كاين عندهم لي بولي كلينيك في الليسي والله في السيام تاعهم يروح يخرجها نورمال. كم ترشحت من مره او اثنين او ثلاث، نديرو باغ اكزوم دو فوا. اسكو عندك باك من قبل ولا لا؟ نعم حصلت على البكالوريا. المعلومات الشخصيه هنا تحديد اسكو ذكر ولا انثى، ذكر. هنا اللغه تكتب اسمك، هنا باللغه العربيه دير ياسين مثال، نوت فامي مثال ياسين ثاني، وقتها زايد نقولو لو دو مارس 1995. ولاية الميلاد وينك زايد، فريق نقولو بجاية. مكان الميلاد بالعربية، مثال نقولو بجاية، نقولو بجاية ثاني. جنسية جزائرية، اسم الأب نقولو باغ اكزومبل، دير اسم بيك تايا اكزاكت. نوت فامي تاع يماك، نديرو هنا ثاني ياسين. الاسم تاع الام، هنا احتياجات خاصة، اسكو عندك اعاقة بصرية ولا حركية، تخير. بلدية الاقامة باغ اكزومبل بجاية. عنوان الاقامة، هنا عنوان الاقامة كيفاه تعمر؟ تعمر الشارع، تكتب الشارع بعد بلدية بعد دائرة بعد الولاية. اللقب اللاتينية، نديرو ياسين. نيميرو تيفون، تماركي نيميرو تيفون تاعك. الايميل ماشي اوبليغاتوار. هنا كي تهبطو لتحت هنا كاين ياسر يلقاو بروبليم فيها، هنا اسم مستخدم، تخير اسم مستخدم من راسك. باغ اكزومبل انا نخير ياسو 98، رقم سري، خير اي رقم سري فيه ربع ارقام لازم، مثلا خيرو 2021. وهذا الاسم مستخدم ورقم سري لازم تشفع عليهم بكاك تحتاجهم بعد في النتائج تاع البكالوريا. هنا السؤال تاع 4-4 شحال تساوي؟ 0. طابع الاستماره، كليكي طابع الاستماره، خطا في اسم مستخدم، هنا راني غلطت في اسم مستخدم، نديرو ياسين 03. اسم مستخدم علاش ياسين 03؟ هاي لازم نديروه مينيسكيل، ياسين 03، طبعا الاستماره
تخرج لكم هذه، تكليك هنا طبع الاستماره، تخرج لك هذه، بعد تيليشارجيها وامبريميها داكور. ندير انجستري او فورما بي دي اف، تكليكي هكذا انجستري، سي بون اني تيليشارجيت البي دي اف تاعي هكذا. بعد ندخل هنا امبريميها، هاي ورا امبريميها. دركا كيفاش تخرجوا تاع لا بوست، باش تخلصوا في لا بوست كيفاش تخرجوا الموندا؟ تدخلوا هنايا، تعاود ترجع للسيت نفسه، تروح تحت انقر هنا، ها انقر هنا لاستعمال وثيقه اس بي اس اف بي 01، تكليكي هنا، حدد الولايه كما ولايه ترشحها، كما انا قبل خيرت بجايه، نعاود خير بجايه، اسم مستخدم ياسين 03، رقم سري اللي درتو قبل 2021 10-7 يقال 3، دفع حقوق بوثيقه اس اف بي 01. وكان اللي يقدر يخلص بالبطاقة الذهبية داكور، هي من الأفضل أنك تخلص بالوثيقة هذه سامبل. تخرج لك هذه الفوتو، تأمبريميها نورمال، طبع الوثيقة، هاي ورا طبع الوثيقة، تكليكيها وكما قبيلة تأنجيستريها وصاي داكور. فوالا هاي ورا هي فيها اسمك، فيها السي سي بي تاعهم وصاي. هذا واش كاين، كاش ما كاين سؤال ولا حاجة خلوها لنا في كومنتر، وبالتوفيق إن شاء الله.